لطالما اشتهرت مصر قديماً بإنتاج الحرير واستخدامه في صناعة كسوة الكعبة المشرفة، والتي تزين المتحف القومي للحضارة المصرية بأقدم أثر لها في مصر. وعلى مر السنين مرت صناعة الحرير بعثرات عديدة جعلت مصر الآن تخطو خطوات سريعة نحو إعادة توطين وإحياء تلك الصناعة الهامة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاستيراد. فكان القرار في عام 2019 بإطلاق مبادرة كبرى لتوطين صناعة الحرير بمحافظة الوادي الجديد. احنا كنا في مبادرة حرير، كان سيادة الرئيس برضو أمر ان احنا نعمل، سيادة رئيس الوزراء والسيد الرئيس وجه بان احنا نوطن صناعة الحرير في مصر تاني. بدأنا في خصصنا حوالي 1500 فدان لصغار المستثمرين وكبار المستثمرين، وصلنا الحمد لله دلوقتي أكتر من 13 معمل حرير. وفي مركز الخرجة بمحافظة الوادي الجديد يقام مشروع واحة الحرير على مساحة 180 فدانا، ويشمل معامل لإنتاج الحرير وزراعة أشجار التوت التي يتغذى على أوراقها ديدان القز. احنا مشروع بيتكون عندنا فيه عندنا 4 صواب زرعينهم لأشجار التوت، وعندنا معمل لتربية دوت القز اللي خلف مني، وجنبينا على طول معمل حل الحرير. طبعا يعني الحرير مشروع مهم جدا لأنه هو مشروع زراعي صناعي تجاري، يعني المشروع ده كثيف العمالة مهم جدا. ليه؟ لأن احنا بنجيب علبة البيض بيكون وزنها 12 جرام فيها 18000 بيضة، في مدة 35 يوم بتاكل 700 كيلو ورق، فعشان كده بنزرع عدد أشجار كبير جدا. العلبة دي بتطلع حوالي 10 كيلو شرانق، لما بحاولهم بيخد بيدوني من 2 كيلو ونص ل 3 كيلو خيوط للحرير. وتمر صناعة الحرير بمراحل متعددة، بدءا من جمع أوراق التوت من المزرعة وحتى إنتاج خيوط الحرير الشهيرة، بما يوفر العديد من فرص العمل. طبعا بتمر بمراحل متعددة، أول حاجة عندنا في بنات شغالين معانا وشباب بيجمعوا أوراق التوت الصبح بدري، بعد كده بنعمل عملية تأكيل لدود القز، هي الدورة بتقعد 35 يوم، بتاكل 4 وجبات في اليوم، بنوفر لها درجة حرارة من 24 ل 26 مئوية ورطوبة عالية، بتحتاج رطوبة من 80 ل 90%. في نهاية الدورة في ال 35 يوم بتمر بأربع فترات صيام، بعد كده في نهاية ال 35 يوم بتبتدي دود القز تمتنع عن الأكل وتنتج الخيط اللي احنا شفناه في الشرنقة لمدة 3 أيام. ده بيكون خيط متصل طوله من 1000 متر ل 1500 متر حسب السلالة بتاعت البيض اللي احنا جبناه. كما توجهت مصر نحو الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ذلك المجال، فاستعانت بالخبرات الهندية لزراعة أشجار التوت الهندي على مساحة 300 فدان بمركز الدخلة بالوادي الجديد، بما يعظم القيمة الاقتصادية لذلك المشروع. طبعا المشروع دوت زي ما احنا قلنا هو مشروع مهم جدا للدولة، لان هو مشروع زراعي صناعي تجاري، بيبتدي بزراعة اشجار التوت، بعد كده التربية، بعد كده عملية الحل بتمر بسبع مراحل لغاية لما اوصل للخيط. بعد كده الخيط بتاعنا بقى لو خيط رفيع منتظم القطر على مكنة نص اوتوماتيك هنشوفها، بنقدر نستخدمه في النسيج، نصنع منه ملابس، نصنع منه منتجات كتير، او لو خيط محلول على مكنة الحل البلدي بنقدر نصنع منه السجاد اليدوي. فهو الحرير بيطلع منه حوالي 35 صنعة، مصدر دخل الأسر كتير جدا. الفدان محتاج على الأقل 3 أفراد يخدموه، علبة البيض الواحدة بتحتاج عامل واحد، فعشان ربي 10 عيلة محتاج 10 عمال على الأقل. فهو مشروع كثيف العمالة ومهم جدا، زائد أن مصر بتستورد في السنة الواحدة أكتر من 300 طن حرير، خيوط ومنتجات حرير بملايين الدولارات. فطبعا المشروع ده هيوفر لنا كمية دولارات كتيرة وهيشغل عدد عمالة كبير جدا. الحرير كنز الوادي الجديد الذي تعيد مصر اكتشافه من بين خبايا الواحات وطيات التاريخ.